Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ma cuisine. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer du pain au maïs. Le khubz beddoura. Ndouzo le maqadir wa tariqat at-tahdir. Pour le maqadir nta khubz beddoura, de maïs. 300 غرام تاع السميده تاع الذره 300 غرام دو سمول دو مايس 300 غرام دو فارين 300 غرام تاع الدقيق 200 غرام دو سمول اكسترا فين 200 غرام تاع السميده الرقيقه لو فينو 3 كويار سوب دو لويل دوليف 3 معلقات كبار تاع زيت الزيتون حبة بيض النف 10 غرام نتاع الخميرة د الخبز 10 غرام دو لا ليفور بولانجير إين كويارة سوب دو سكر معلقة كبيرة نتاع السكر إين كويارة أكافي دو سل معلقة صغيرة نتاع الملح معلقة مملوءة 430 غرام دو لو تياد 430 مليلتر و 430 غرام 430 مليلتر نتاع الماء دافئ الخميرة السكر شوية نتاع الماء دافئ غادي نخليها 5 دقائق غادي نسير السميده نتاع الذره الملح دو سيل الخميره حبه بيض de l'huile, de l'eau, et radia n'ajoute que le radia n'zid chouia n'ta l'ma ولا العجينه غادي نغطيها ونخليها 40 دقيقه ولا لاباط الي غونفلي غادي نهبط منها الهواء خديت شويه نتاع لافارين دو مايس اي شويه نتاع لا سمول دو بلي غادي نقطع لاباط على 5 5 شويه نتاع السميده نجمعوا العجينه ناخذ القريصه والخبيزه الى بغيتو شويه الخبز غليظ نخليوه لاباط شويه غليظه الى بغينا الخبز رقيق نرقو لاباط فوالا قرصتهم في الطاوه غادي نشرطهم رشيت عليهم شويه نتاع الماء درت لي فلوكان دافوان بصحة والراحة اي بون ابيتي ديجا مون فيس الى مونجي ان با يا انكور بالصحة والراحة اي بون ابيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته